يقول ويتساءل كثيرون، هل يوجد شياطين؟ نذكر في الإنجيل وفي صلواتنا بالتحديد ونقول الشرير، بالفرنسي بيقولوا دو مالان ما دو مال، وبيقولوا بالإنجليزي from evil one ليس from evil، يعني من الشرير. باليوناني بيقولوا اكتو بونيرو، يعني من الشرير. نعم، في شيء اسمه الشرير، إبليس، الشيطان. هذا كائن لا هيولي، كان ملاكا وسقط وأصبح يريد أن يشد الجميع البشر إلى الظلمة وإلى الهلاك، وأتى الرب يسوع المسيح وتجسد من العذراء مريم وقام بكل عمل الفداء الذي قام به لكي يحطم سلطان إبليس ولا يجعل من إبليس من سلطان علينا بعد، ولكي يعيدنا إلى الجمال الأول الذي كنا عليه قبل أن نعرف الخطيئة والسقوط.